جهاد صباح الخير. صباح الخير. سافا؟ تمام. اليوم دجاج مع الموتار اليوم مزبوط. هينه اليوم هينه كثير وبنفس الوقت طيبه، لانه يعني رح يكون عندك طعمه الدجاج وطعمه الموتارد، ما رح يكون في كثير طعمات بقلبها. هلا رح يكون مقصم شوية حبق شوية مقصم اكيد، بس عم نحكي كريزلتا اخر شيء. كم نوع من الموتارد بدك تحط؟ رح نحط نوعين. اوكي، رح نحط الانسيان ورح نحط الموتارد العادي. اوكي، عندنا الموتارد العادي هو بيعطي اللون اكثر، يعني اذا بدنا نحط بس الانسيان ما رح تطلع لون موتارد صفرا كرمال هيك الموتارد العادي للون، والموتارد الانسيان بيساعد للطعمه. هلا رح نحن نعمل صوص لحالها، نبلش فيها هلا. رح نرجع نعمل البطاطا، رح يكون في حدا اذا بدك بطاطا اكرازيه اخر شيء، بس رح نعمل لها هلا انفيزيون للزيت. رح نحط زيت مع ثوم مع حبق مع ورق غار مع شويه بقدونس مع شويه بهار، ونتركهم على نار يعني درجه حراره شي 60 ما تطلع اكثر تما يغلي الزيت. أوكي. هيك بناخذ كل الفليفر للزيت لاخر شيء نتبل فيه البطاطا. اوكي، وبنفس الوقت هون رح نبلش نحن بالصوص. الدجاج في يكون صدر في يكون دجاج كامل، يعني احنا اليوم اكيد رح نشتغل بالصدر لانه اسرع. زيت زيتون، لكن انا رح اخذ بصل، انا البصل فرمته، رح اخذ شويه كاب بلش افرم له. فينا منحط اكيد، بس الكابر بيعطي اذا بدك طعمه طيبه بقلبها. رح ناخذ شويه حبق لكن حمص زيت بلش نفرمهم، يعني رح تطلع شوي مثل ستروغانوف دجاج بس على موتارد. لا، هي البولي مع صوص موتارد كثير بفرنسا مشهوره، يعني هاي الرسات مثل ما هي، في فرق عن ستروغانوف شوي. يعني هون فينا نعمل شغلتين نحن بالرسات، نحن رح نعمل صدر على جنب رح يكون مشوي. داكو. وفينا ناخذها نطبخها كستشو بقلب بعضها. ايه، يعني البصل مع الكاب. صح، بس مع ستو يمكن رز افضل. مزبوط، يعني البوسيبيليتي انه تنشف اكثر الدجاج بستو اكثر، كرمال هيك نحن رح نشوي الصدر لاست مينت ونحطه بالبرزنتيشن. اوكي، رح ناخذ نحن البصل، رح اخذ هون اترك شقفتين للزيت كمان. هلا بنشوف شو رح نعمل فيه. لكن حطينا زيت زيتون، بصل، زيت زيتون، ورقة غار، ورقة غار، ورقتين ثلاثة هون، وكبار، كابر، كابر كمان. هلا رح ناخد بارتي نقصقصهم نفرمها، وبارتي آخر شيء بنحطها على وجه الصحن بس تنزين. مزبوط، هيك فرمة خشنة ما كتير بدنا نعملهم، نفرمهم بس لحتى طعمة تظهر دغري بس نطبخهم. اوكي، لكن البصل هون بدنا نطبخه ما بدنا كثير نعطيه لون حتى ما يغير لون الصوص. أوكي. تبضل لون الصوص فاتحه لانه البارز تبع الصوص رح يكون كريم. نخفف شوي هون. شو رح اعمل انا؟ رح اخذ هذا ضرر البقدونس حطه اللي طلع معنا هون. نحن عم ننكه ما عم يعني كل هالبرودوي اللي عم نحطه رح نرجع نشيله اخر شيء، ما رح نستعمله. اوكي، بهالشكل رح ناخذ كمان حبق نكسرهم مع الضلوع تبعهم، و رح ناخذ شوية بهار وزيت زيتون. زيت زيتون هاي الشغلة دايما بنقولها، فينا نستعملهم، فينا نعمل كمية كبيرة ونستعمل بدل نستعمله ونضب الباقي. بس 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 لا، هون ما عم نقول يعني فينا نعمل لتر، فينا نعمل نص لتر، فينا نعمل قد ما بدنا. هيك بنكون اشتغلنا مرة واحدة بالزيت وبكون عندنا إذا بدك زيت جاهز دائما للنكة فيه. هلا نحن رح نعمل بس لحاجتنا لليوم، رح ندور عليها على درجة حرارة كتير واطية. هلا من هلا ل 20 دقيقة نخلص الحلقة بتكون طلع الزيت وأخذت الطعمة كلها من العشب. كاب اللي فرمناه بهالشكل. اوكي، على الصوص عم نقليه كمان مثل ما قلت، ما رح نعطي كثير لون للبصل. تدبيل اذا بدك، تدبيل لا لا لما يغير لون ال رح ناخذ الصوص الحبق والبقدونس. اوكي، هلا هون كلهم اخر شيء رح يتصفوا من الصوص ستيفاني اكيد،
ما فينا ناكلهم هيك. اخر شيء رح نرجع نفرم بقدونس، رح نرجع نفرم حبق، رح نحطهم على وجه الصوص او بقلب الصوص من بعد ما نكون صفيناها. اوكي. هلا الدجاج يلا شوي صغيره رح نبلش فيه. بعد بدنا نبلش بالدجاج بدنا نعمل البطاطا. هون الصوص قلعت على النار. اوكي. لكن رح نرجع نعيد شو حطينا، زيت زيتون، بصل جوانح، ورق غار كاب، بقدونس وحبق. عم نقليهم على نار ما كثير قوية. مزبوط. هون عندنا بيض ابيض، هلا رح نطفي بيض ابيض يعمل ريدكشن شي دقيقتين حتى يطير الالكول منه وتبقى طعمه العنب. فينا ما نحط المبيض اذا بدنا؟ فينا، بس بهالروسات هو المبيض اساسي، عندك الاسيدي تبع المبيض طيب كثير معه. رح ناخذ تقريبا نص كبايه. هلا بنقوي النار تيعمل ريدكشن. صح. رح ناخذ رشه ملح. اوكي. مثل ما قلنا شي دقيقتين او دقيقه بعد. هون الزيت بلش اذا بدك يتغير الليزون تبعه، بلش يرخى شوي لانه بلش يحمى. صح. طيب شو بنبلش؟ بنبلش بالدجاج. يلا نغير البلاتو. هيك نشتغل على بلاتو غير تبع الخضره. انا بهالوقت رح اخذ الكريم هيك لنستفيد شوي من وقت الصوص. نسقط الكريم كلها، تقريبا هون عندنا شيء 3 كبايات او 4 كبايات كريم. لتر تقريبا 4 كبايات تقريبا. مزبوط. هلا رح نقوي النار ليبلشوا يغلوا، بس يبلشوا يغلوا بنخففها على الاخر. بعد هون بدنا نحط نوعين مطارد وملح وبهار اكيد اخر شيء. يلا. ما حطيت ثوم. ما حطينا ثوم، رح نحط لانه الثوم رح يكون منكه البطاطا. البطاطا. رح انا اخذ. قوية على السيس. اوكي. شوي صغيرة. رح ناخذ الدجاجات. دجاج كثير طريقتهم سهلة، نحن ما رح نحط لهم كثير اشي، يعني يمكن رح نحط لهم ملح وبهار شوية حبق ونتركهم لاخر شيء لنطبخهم. بس هيك رح نفتحهم بالنص مثل ما قلنا فينا نعملهم شردت ما يطلعوا سميك، لانه مزبوط اذا بدك تقليهم او تشويهم بياخذوا وقت معنا كتير. لا وبنفس الوقت البورسيون كبيره بتصير. مثل ما قلنا فينا ناخذها نفرمها شردت ونحطها من بعد قلية البصل مثل الشاورما. مزبوط. ناخذ شوية حبق وفرمون. الدجاج ما راح كثير نكتر له الغراض بالنقع، راح نحط حبق ملح وبهار وبس. حبق ملح وبهار. الملح صار هون. هلا مستعملها. بدك نحط موتارد؟ يلا دقيقتين بعد. ليه ما حطيت اول شيء الموتارد؟ انا هلا لانه بدي اغلي خلص، يعني بدي اعطي تسمك الكريم على الاخر، بنرجع اخر شيء بنحط الموتارد. بلشت تغلي، بلش يتغير التكستور تبعها. هلا يمكن دقيقتين بنبلش نعمل لها فينيشنج للصوص. أوكي. يعني ما بنحطهم من البدايه. نو ما بحاجه. تعطيني اعملي معروف لبهار. ما
اوكي. هون تقريبا الدجاج خلص بس ما رح نطبخه هلا، رح نبرمه هيك شوي. ايه خفف علي على الاخر. على الكاتر؟ منيح؟ ايه او على التروا. هيك خلص حمي الزيت. يلا. الدجاج رح اتركه على البلاتو لان نحن يمكن من هلا لخمس دقائق رح نبلش فيه. كثير منيح. رح ياخذ المطارد هلا. رح نحط المطارد العادي. المطارد انا وسيارة رح نحطه من بعد ما نصفي لانه بده يرجع الحبوب يطلعوا بالمصفية. كرمال هيك. حسب قد ايه بنحب يعني المطارد بنحطه. هلا لازم يطلع لونه مطارد. يعني مش اقل من هيك. يعني إذا بدك هي الإيدنتيتي تبعها لونها للصوص بدنا فوي. بلش يغمق لونه هلا بس تغلي كمان بغير اللون. اكيد نحن هلا البطاطا رح نحطها ديركت بالجاط نبلش نمعسها. رح نحط ملعقه بعد وننطر لتغلي. اذا بتلاحظي لونها كيف صار بلش يغمق ياخذ لون المطارد مزبوط. بهالوقت رح ناخذ البول. هون قصتنا هينه كثير بالبطاطا، رح ناخذهم نفرمهم بالصحن ونحطهم هون نمعسهم، بدنا نزيد لهم الزيت اللي طعمناه بالاعشاب، اكيد ملح وبهار اخر شيء. اوكي. يلا. عن جد هون الريحة عم تطلع قوية، يعني ريحة الاعشاب، ريحة الثوم، ريحة البازيليك. بدنا سكين سكين صغير من هون. هيك لنهين علينا شوي تمعيس. هي بطاطا مشوية ستيفانيو. عم تجينا نحط هيدي هون ليقدروا يصوروا منيح. يلا. إذا بدك في شوكة هون تحت يمكن. الشوكة ولا المكنة يلي بتمعص؟ شو الأهين لك؟ إذا ملاقي المكنة. هيدي عرفت؟ ايه عرفت فهمت على شو عم بتفتشي بس شكلها مش مبين. طيب الشوكة يلا. شوكة عادي، نحن أصلا بدنا إياهم يضلوا مبينين الشقف، ما كثير بدنا ننعمهم. هي الصوص صارت على الآخر بس بدها تعديل طعمي ونحط لها المطارد الأنسيان. يلا رح اعطيك شوية ملح شوية بهار عليهم. ريحة البطاطا المشوية غير عن حتى ريحتها ببين ريحة البطاطا، ريحة النشا بقلبها. ملح بهار اسود. بدنا نصفي الزيت بهالشكل. خليك هلا نحن فرجينا بسرعه كيف بينعمل الزيت هذا، بينعمل وبينحط ليبرد. رشة بهار على الصوص، أكيد رشة ملح. ها
نحن هون الصوص صارت على الاخر سيفاني، بدنا نصفيها بعد ما نحط مطارد انونسيان. بدنا نبلش نطبخ الدجاج. البطاطا بدنا ندوقها. دق لي اياها من دقيقة. يلا. هرهرت. طعمة العشاب والثوم مبينة ظاهرة. على الخفيف انجأ. شو بدنا نعمل؟ بطاطا خلصت. بعد بالدجاج بس. عندنا الدجاج الصوص مثل ما قلنا بدنا نصفيها ونحط المطارد الانونسيان بالاخر. ريحة المطارد طلعت، عم تشمها جو؟ بلش تغلي لأنه جو هديك المرة ضحكني، كنا عم نعمل شيء مع بهار وبيبر وهيك، حرحر دموع من عيونه. اليوم ماشي الحال مع المطارد ما كثير قوي. بدك تتعود. لكن نحن البطاطا خلصت. الصوص بدنا نصفيها ورح نبلش بالدجاج هلا. يلا. بلش الدجاج فينا نعمله بالفرن، فينا نقليه بالمقلاية، فينا على الفحم. انتوا بتختاروا مثل ما بدكم. ومثل ما قلنا فينا ناخذ دجاج كامل نشويه نرجع نقصه، كمان هون حسب شو الموجود عندنا. يلا ثواني ليحمى الزيت. هيدي قد ما معسناها قد ما احسن، ما هيك؟ ايه اكيد بتاخذ بعضها، بس هي الحلو فيها انه بدها تبقى شقف مبينه، ما كثير بدنا ننعمها، يعني ما بدنا نضل معسها ل هي فينا نحط لها شوية بقدونس وهيك اذا بدنا. شو هي؟ ايه اكيد فينا نحط لها شوية عشب. ايه رح ناخذ كمان بردون نصفية نبلش نصفي. ساعدك؟ يلا أنا وياكي هنشيل هيدا. كل مرة بلقى مش أحسن؟ أحسن ما نطرطش الدنيا، شو رأيك؟ شوي شوي بنرجع. أنت ما بتطرطش. انت بتطرطش. هيك بدك. خليني امسح عندك، هنخفف شوي. مصفاية صغيرة شوي. اوكي. يلا. The rest. يلا بيبقى شوي بعد. حطها كلها. يلا هلا ساعتها شيلي دغري عليها. لكن الصوص خلصت، بدنا نحط مطارد انونسيان، دجاج كمان عم ينطبخ. على الطريق. واصل على الطريق. هون مثل ما قلنا بعد بدنا نحط المطارد. بدنا نخفف شوي دغري لانه رح نحن بعد شوي نطلع بريك دغري نعمل تيستينج. شايفه لون الصوص كانه مطارد على القد يعني. خلص هي هي. فوالا. وسخنا الدنيا. ايه ما بأثر. ها. ضربة كينكس. وخلصت القصة. قولي كنت عم فتش وين الكينكس. خلص هول الدجاجات دقيقتين بعد بدهم او اقل حتى، لان هون عندنا كم شقفه كبيره. رح ناخذ المطارد
الالانسيان. اوكي بلش انا. لكن بعد ما نصفي بنحط الموتارد الانسيان. اكيد لانه اذا بدنا نصفيه رح يطلع بالنصفيه. لانه بدنا الحبوب يبينوا. اذا بتشوفي كيف صار التكستير تبع الصوص ولونها. تنرجع نقول الكرام. كيف عملنا الصوص للمشاهدين يلي هلا انضموا. الصوص هي زيت زيتون، بصل، كاب، حبق بقدونس، ورق غار، قليناهم شي 3 دقائق، ما اخذ لون البصل. اساس انه ما ياخذ لون فالصوص ما يعبق لونها تصير غامقه. رجعنا حطينا شي كباتن بيض ابيض غليت، رجعنا حطينا كريم، تركناها تغلي. رجعنا حطينا الموتارد العادي غليناها معها، رجعنا صفينا، رجعنا اخر شيء هلا حطينا الموتارد العصير. بدنا ندوقها ما دقناها، اكيد بفتكر بدها يمكن رشه ملح. يلا. انا ما كثير بحب الملح. لا. كثير طيبة. هلا مع الدجاج ومع البطاطا ومع غير شكل رح تطلع. الدجاج مثل ما قلنا صدر دجاج ملح وبهار وحبق. حدا جاي لعنا، في ضيفة وصلت. نحن هون رح نشيل الفلاتو. هاي كاتيا، كيفك مع المطار؟ كل شيء مع كل شيء انا منيحه اذا كان مطبوخ مزبوط. ما في، ما بعتقد في انجريديون ما بحبه، بس في طريقه طبخ ما بحبها. هاي بتفرق. اليوم رح تذوقي دجاج كثير طيب كاتيا. اكيد مثل العاده، بس الريحه كثير طيبه، يعني الصوص عطيت بالاستوديو ريحه رائعه. ونبيد وين بالصوص؟ صوص نبيد حطيناه بالصوص. عملنا قلية بصل مع كابر مع اعشاب مع ورق غار مع نبيد ابيض. بتقلل الكابر ينقله يعني؟ مزبوط، اخذنا بارتي فرمناها قليناها، هلا البارتي الباقي رح نحطها على وجه الصحن. على وجه. رجعنا حطينا فرشكريم. رجعنا حطينا فريش كريم لتر، غلي تقريبا شي 5 دقائق او 7 دقائق، رجعنا حطينا الموتارد العادي. ورجعنا اخر شيء حطينا الموتارد على الصيام من بعد ما صفينا الصوص. سوري، يعني بدك اياها سميكه تغليها؟ صارت الصوص خالصه. بس لغليتها هالقد بدك اياها حتى الليزون تصير سميكة اكيد تما تضل كثير. وصل وزير الداخلية تيتفقت الأدرار على رياض الصلاح، هيك عم بيقولوا لي، ونحن منتابع. طبعا من الصبح يعني عملية إزالة الرخام وكل بعد كل اللي صار امبارح ديجا مش معقول. نعم نحن الدجاج تقريبا بعد بده دقيقة أو دقيقتين بيكون خلص. بطاطا كمان خالصه، رح نبلش نعمل برزنتيشن. البطاطا شو حطيت فيها؟ بطاطا عملنا انفيزيون لزيت مع ثوم مع اعشاب مع حبق على النار. مزبوط، رجعنا على النار كثير كثير كثير، كنا شاويين بطاطا وعطشت ضبلناهم فيها وملح وبهار اكيد، بس يعني ملح وبهار وبطاطا والزيت. رح ناخذ بريك ونرجع لكم نعمل تيستينج. البطاطا جاهزة، الصوص جاهز، الدجاجات صاروا نحن كمان جاهزين. ونحن جاهزين يعني ناطرين. رح نحط نقطة صوص هيك بكعب تحت الدجاج تحته ورح نرجع نحط فوق. هلا حطيتوا موتارد الانسيان، موتارد عادي، شو؟ الانسيان وعادي. نوعين هيدا اللون، لأن موتارد الانسيان ما بيعطي اللون. لا هو مثل ما عم بتقولي الموتارد العادي للون. رجعنا اخر شيء من بعد ما صفينا للطعمه، حطينا شويه موتارد الانسيان. هلا رح ناخذ شويه صوص، لان هي الصوص كل القصه بالروسيت اليوم. حلو بيقول الصوصات انه بيزبطوا تقريبا مع كل انواع اللحوم يعني. صح، هيدي الصوص فيها تكون مع لحمه كمان.
ما بتقول. عن جد؟ ايه انه ليش لا؟ انا بحس المطار قوية. قوية لسمك بس. لا المطار بيتاكل مع اللحمة اوقات مع الفيليه واحد بياخد مع الاوبريكوت. اكيد. عم بحضر ذا بيرفكت بايت. انا عندي اهم شيء البطاطا. كثير طيبة. Very simple, very يعني هذا اللي كنا عم نقوله بأول حلقة إنه الروسات اليوم رح يبين فيها طعمتين، عندك طعمة الدجاج وطعمة المطار، ما عندك طعمات إذا بدك كثير داخلة على الروسات. كثير طيبة. والدجاج نعمل بس على وجه النار، ما بفوت بالفرن ولا شيء. فينا هلا فينا نعمل رز حتى. فينا نعمل رز ابيض يلي ما بحب الدجاج. كنا عم نقول فينا ناخذ دجاج كامل نشويه نرجع نقصه. فينا ناخذ صدر نشويه بالفرن، فينا نعمله بالمقليه مثل ما عملناه. يعني الدجاج منه اساسي طبخه، يعني فينا نطبخ الدجاج بحيلا طريقه او حيلا بارتيه من الدجاج، حتى فينا ناخذ فخذ نشويه ونحطه. الدجاج منه اساسي بال. حبيت طعمه المطار، في هيك في الاسيديتي تبع البوتار مبين. الاسيديتي بعدين كون البطاطا مشويه بتعطي غير نكهه. صح صح، بتحافظ على التكستير تبعها، على النشا اللي بقلبها ما انفقد بالمي السلق. بنفس الوقت الطعمه كلها بقلبها بعدها، ما ظهر منها طعمات، ما خسرت طعمات. هلا والدجاجه فينا نشويها، فينا مثل ما بدنا نعملها، يعني تقريبا لايت. والصوص اذا الكريم استعملنا اللايت كمان، يعني تقريبا ريجيم بتزبط. اذا خففنا الفات، هي خاصه انه هون الكريم منا كمان اساسيه، يعني بس لليزون الطعمه هي بالمطارد. صح، بس بدك تكون بتحب المطارد ولا في مشكله. بلا الروسات ساعتها كلها. اوقات كاتيا بننبش على ريسيبيز سريعه وطيبه لانه بنزهق من الاكلات اللي نعملهم اوقات. نحن اصلا مثل ما بيقولوا اون طوم دون لا روتين، يعني كل شيء بتصير تفكري بكره شو راح اطبخ، بتصير بتسالي بيقولوا لك مثل ما بدك، كل ما اعطوك جواب ما بدك. يعني اذا بتلاحظي يعني الروستات كلها اللي عم نعملها يعني وقتها قصير، لانه وقتنا منه معنا ساعه او ساعتين لنقعد نطبخ. فإذا بتلاحظي الروستات كثير قصار وهينين هين ينعملوا، وإذا كانوا صعبين نحن عم نجي مع برودوي شوي محضر، يعني المشاهد فيه حضر قبل بنرجع بالآخر بتطلع الطبخة ب 20 دقيقة. صح وطيبة. إيه ما بيمنع إنه البطاطا إذا مشوية من قبل. إيه أكيد أكيد، لأنه البطاطا بدها 40 أو 50 دقيقة، يعني في واحد يشوي الصبح ويرجع يشيلها يشتغل فيها على الظهر أكيد. ويرجع يسخنها شوي قبل. صح صح، قبل ما يحطها على الأكل. ونحن بكره في بكره كمان الدجاج، بكره رح نعمل دجاج ساندويتش دجاج، بس اذا بدك مع تويست يعني اوكي، لبناني مع حلوم مع جبنه مع بهارات، يعني روسات كثير طيبه بكره. جريت ثانك يو جاد. ادوما لك. ميرسي ادوما. مشاهدينا هيك بكون خلصت فقراتي لليوم، انا برجع بشوفكم نهار الجمعه، ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.